شوفوا يا شباب، هذا من انس صح؟ اي نعم. وكمان الان عندي يا عم زلال هذا حجار من انس. ها بسرعه، هذا حجار من انس، هذا حجار اللي تراجم بهن واحيانا تتوضا بها وتمسحها جعفر وما انتش داري اي شيء. وهذا الحجار شوفوا ايش عمل لي، هذا يقول لك انه احنا اليمنيين فقراء. هذا من عندنا، من عندنا. هذا عقيق اليمني الانسي ملكي، ثاني اغلى جوهر في العالم. هذا عقيق يماني. الله 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 يا بلادنا. الجوهر الثاني في العالم، الاولى الياقوت الاحمر والثاني العقيق الاحمر. سبب الوضع اللي في اليمن من بلادنا، ذنب بلادنا يمني. وهذا الحب حقنا ثاني العقيق. لو تبصروا كيف شم الدكان ما شاء الله. هذا بلادنا واحنا جالسين نطاعن ونتفادغ ونتراجم. الله لا بارك لنا. فضيات تشتغل صح؟ عندنا هنا المصنع بشكل عام بيشتغل الفضيات بشكل كامل اليمني، والصياغه اليهوديه القديمه في اليمن والتراث اليمني بشكل عام كامل شامل. هذا شغل يمني صح؟ ايوه نعم. قديم ولا جديد؟ قديم. احنا بنسوي بالطابع الجديد. ما شاء الله. يا بلادنا. كم هذا خاتم حقي لا ترجع تقول لنا خفعت ابوك. عم جلال انت تلبس اليوم احلى خاتم من عندي. الله يفتح عليك. اليمني بشكل عام. وفي اماكن ثانيه فيها من هذه الحجار غير انس؟ لا. ما في الا المنطقه هذه. بس انس وفي بني حشيش بس خامتهم مش كويسه. ما شاء الله. هذا الاونيك وهذا العقيق العسلي الاصفر. العقيق الان طيب هذا اللي يجي ايش يعني ايش يسال سؤال؟ واحد يقول لك يجي فيها الكعبه يجي فيه. نعم. ايش هذه؟ هذه عباره عن شوائب موجوده، الشوائب بالصدفه مش مقصوده يعني. مش مقصوده. اليمن يلا بالكاد يشغل الدينامو، يشغل الحجر، يشغل الماكينه عشان يقص الحجر. الله الله الله. لا في ليزر ولا في كلام ثاني. هذه بتجي احجار. شوف على تعافي. الله يلا يا الله يا الله يا الله. هذه بلادنا. هذه بلادنا. هذه بلادنا واحنا نتخافع بهن ونتراجم. هذا صياغتنا شغلنا. وهذا ابو عسيب. هذا ابو عسيب جبنا العسيب انا. يا والله هذا لو يدخل امريكا لا يشتغل حريق. ابو العسيب اخوك ابراهيم انا. فضه هذا فضه. ايوه جيولوجيا احجار فني تقطيع. وين درست؟ جامعه صنعاء. درست جامعه صنعاء ما شاء الله. عندنا معمل في صنعاء. عندنا كذا محل موجود في صنعاء لحد الحين للاسف مسكره بسبب الحرب. مسكره عطفت. ايوه خلاص. ما هذا طبعا عشان ما ننسى اليمن. هذا تحفه. هذا فضه. هذا فضه بشغل يدي انا شخصيا. الله الله الله. شوف العسيبه. شوف العسيبه. اليمني مبدع بس ما حصلش فرصه. لا حول ولا قوه الا بالله. اينما وجد اليمني وجد الخير. الله 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 الله. هذا يا عم جلال نستورد الخواتم. احيانا بيطلبوا مننا الخواتم المستورده بنجيبها يزيد جمالها وفنها. العقيق اليمني، العقيق اليمني له طلب كبير جدا بس ما قدروا يوصلوا يجيبوه لليمن. في مكاين لو وصلت مكان الياقوت هذا في اي بي، هذه الخواتم تعدي $1000 الواحد. ايوه ما شاء الله. هذا الفي اي بي طبعا في الوضع. بس مش ليش مش جميله هذه؟ هذا الياقوت والزمرد والاشياء هذا اللي نسمع عنها لبس الملوك اللي يتهادوا فيها الزمرد الحر والياقوت الحر. طبعا هذا مع كل قطعه 3 بطايق من بلدها، من بورما، من سريلانكا، ومن هنا. هاي الشهاده يعني شهاده الملكيه. أيوة. والجوده والكذا ومصدرها من اللي قصها وكيف قصها وش تأصيل للحجر. هذه كلها اوراق الاحجار الكريم. شوفوا كيف يتم تأصيل للحجر الكريم. هذه كلها عندما تدفع $1000 في حجر لازم تثبت اولا منين جت؟ منين جت؟ كيف جت؟ وكيف جت؟ والدوله اللي قصتها ومن شغلها؟ والدوله كمان اللي انت بتبيعها تطلع لها كمان شهاده. الان في شهاده من بلدها وشهاده من مختبر مسقط، وزاره التجاره والصناعه بمسقط. الله 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 يعطيك العافيه. يقول لك يعني نافخ الكير و المسك. تخيل هذا ما عادش مسك، قد يبيع ياقوت وزمرد. هنا يا عم جلال يعتبر المركز الاول في عمان لقص الحجر وصياغه الجوهرات اليمنيه. تداري هذا الشيء حلقه كامله انزل انا وانت من يوم ناخذ الحجر. اوكي. لما تقصها وقص داخل كمان. ايوه ونصور وفي معمل معنا فوق في اموال دربتهم انا وجبت ونعمل وثائقي حتى 15 دقيقه ولا 20 دقيقه لازم ننزل بس ثانيه. لا على طول. هذا اللي سننزله اليوم ان شاء الله خلاص.
عرف الزبائن باسمك و اخوكم ابراهيم الشاوش من سكان صنعاء حرفي جيولوجيا احجار. تربينا على الحجر وقصينا الحجر والان بنرفع سمعه الحجر في سلطنه عمان. ما زلنا في الحجر وبدينا مصنع في عمان لقص الحجر وتقطيعه بصياغه يدويه وبقص يمني فريد من نوعه، وما زال التراث اليمني قائم في ظل الظروف. العمانيين كويسين في التعامل؟ العمانيين اخواننا، العمانيين رحبوا بنا وفتحوا لنا كل المجالات وعطونا هم اشبه الناس. هي تراب عمان وتراب اليمن واحد، والدم اليمني والعماني واحد، وكل واحد ثقافتنا واحده عاداتنا واحده، احنا اهل وما حد يفرقنا، وعرب واحد ورب واحد ان شاء الله. تحياتي لك.